سقوط قذائف الصواريخ والهاون على قرية مرعند من قبل قوات جيش الأسد وتدمير الأحياء السكنية وتدمير أحد المنازل. 2/7/2012. الله أكبر عليك يا بشار، الله أكبر. ضمن الأحياء السكنية. هاي إصلاحاتك يا بشار، الله أكبر عليك. هذا هو المنزل، وهذه هي القذيفة الصاروخية التي استهدف هذا المنزل، واستهدف المنزل بهذه القذيفة الصاروخية. لم يعد شيء صالح في هذا البيت لاستعماله. هاي إصلاحاتك يا بشار، الله أكبر، الله أكبر عليك يا بشار. ضمن الأحياء السكنية.